لاعب كوره لمنتخب مصر من منطقه الجزاء. ويا رب بقى نشوف حاجه. عندنا ابو تريكا، عندنا بشير التابعي المدفعجي، وعندنا محمد عبد الوهاب. نتمنى يا رب ان احنا نشوف حاجه من الكره الثابته دي. فرصه هامه جدا لمنتخب مصر، اخر دقيقتين من الشوط الاول تفرق كتير جدا معنويا وفنيا لو منتخب مصر تقدم قبل نهايه الشوط. وادي شيفر بقى هو اللي قايم على اعصابه المره دي وبيكلم لعيبه الكاميرون. كل الكاميرون راجعه ورا ما عدا جون بيزري. كاميني بيظبط حيطه، واقف بشير، لازم حد يخش يا جماعه يتابع الكوره، مش خمس لعيبه واقفين حواليها. ادي كل الكاميرون ورا، وفي عمرو زكي هو الوحيد جوه. يبقى بشير، كله سابها لبشير، واحمد حسن، احمد حسن سابها لبشير. يا 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 بشير، يا يا بشير، ويا يا كاميني، ويا يا احسن حارس في افريقيا. طلقه من بشير التابعي، وكاميني بيصد الكوره كانه بيصد ضربه جزاء. مش ممكن اللي انت عملته ده يا كاميني. تسديده رائعه من بشير، واداء رائع جدا من كاميني، وبمرونه ولياقه عاليه ينقذ الكره الى ركنيه احمد فتحي، لكن ركنياته لسه ما اتظبطتش. ياخد رامي التماس، بيلعبها على القريبه لكن ما بنقابلهاش. كاميني ينقذ هدف مؤكد لبشير التبعي. ابو تريكا وعمرو زكي، والهدف الاول محمد شوقي، محمد شوقي الهدف الاول لمنتخب مصر، الهدف الاول في الوقت القاتل والوقت السعيد لمنتخب مصر. الدقيقه الاخيره من الشوط الاول، ابو تريكا ومحمد شوقي بيتغنغر جوه دفاع الكاميرون اللي لسه فرحان في التسديده بتاع بشير، ويخطف الكره قبل كاميني ويقابلها في المرمى محمد شوقي. واحد مصر لا شيء الكاميرون، محمد شوقي لاعب النادي الاهلي والمنتخب المصري يتقدم لمنتخب مصر 1-0. 1-0 لمنتخب مصر مع نهاية الشوط الأول، وإن شاء الله تنتهي نتيجة هذا الشوط على هذه النتيجة. دي الأخيرة من الشوط الأول، أفضل وقت بقول لكم وأفضل سيناريو لهذا الشوط، ويا رب تكمل فرحتنا بنفس الصورة دي وبنفس السيناريو إن شاء الله. سامويل إيتو، إيتو هيخش في وسط لعيبة مصر لوحده، اتقطعت منه إيتو، خدها أبو تريكة، كمل شوية أبو تريكة، لكن في فاول على أبو تريكة. شاتو، بيل شاتو.